طيب خلينا نسيب بقى ذا بيست ونروح لبطوله الامم الافريقيه يا امير. يعني النهارده احنا بنتكلم عن بطوله غريبه شويه، يعني اللي بيحصل فيها احنا كلنا مستغربين. وشفت امبارح ازاي هزيمه الجزائر من غينيا، وشايف ازاي اللي هيحصل في الفتره الجايه، يعني ختام الجوله الثانيه هتبقى عامله ازاي في وجهه نظرك؟ الحقيقه ان البطوله طبيعي ان هي تشهد الكثير من المفاجات، لان البطوله نفسها بحس ان في منتخبات كثيره ما كانتش جاهزه، وفي منتخبات كتيره طبعا بتضربها اصابات كورونا، فالمنتخب اللي هيقدر يحافظ على لعبته من الاختلاطات ومن الاصابات بكورونا هيقدر يحافظ على قوام الفريق. لان تعالي كده نتخيل ان منتخب الجزائر او منتخب مصر او منتخب السنغال او المغرب، اللي هي المنتخبات الكبيره المرشحه، لو لا قدر الله وربنا يبعد عن الجميع الاصابات، لو داخلين مباراه هامه وخسروا نجم الفريق بسبب الاصابه بكورونا، طبعا ده بيؤثر على فرصهم في الفوز بالمباراه، وبالتالي يؤثر على فرصهم بالتتويج بالبطوله. لكن كمان الحقيقه ارضيه الملاعب برضو مش افضل حاجه. امبارح على سبيل المثال شفنا هدف تعادل سيراليون مع كوت ديفوار في الثواني الاخيره بسبب سوء ارضيه الملعب وعدم تمكن الحارس من الامساك بالكره. كمان اجواء البطوله نفسها مختلفه عن البطوله السابقه في مصر، لان احنا في مصر لعبنا في الصيف. اجواء البطوله والرطوبه والحراره طبعا لسه اللعيبه اللي محترفين في الدوريات الاوروبيه لسه ما تعودوش، لسه ما دخلوش الاجواء، وعلشان كده البطوله من النسخه الجايه هترجع تاني للصيف في فتره الاجازات وفي فتره الراحه، علشان المنتخبات تبقى قادره ان هي تضم لاعبيها من بدري ويدخلوا معسكرات اعداد، فبيبقوا جاهزين للبطوله بشكل افضل من اللي احنا شفناه في النسخه الجاريه. طيب امير، يعني كناقد رياضي شفت ازاي بقى اداء المنتخبات العربيه، خساره الجزائر، بنتكلم على اداء المغرب، اداء مصر، شايف ازاي اداء المنتخبات العربيه ككل في البطوله دي؟ الحقيقه اداء المنتخبات العربيه كلها محبط لحد دلوقتي، يعني مش منتخب مصر لانه خسر من نيجيريا، ولا منتخب الجزائر علشان خسر من غينيا الاسيويه، ولا حتى المغرب بما انها فازت في اول مباراتين، لان حتى الجمهور المغربي نفسه غير راضي عن اداء المنتخب، لان في النهايه كانت مباراه غانا يمكن الاولى صعبه شويه، لكنها كانت مباراه يعني على مستوى الاداء فقيره من المنتخبين، ومباراه جزر القمر الثانيه الحقيقه يعني ان منتخب المغرب كان المفترض داخل مرشح لفوز كبير جدا، لكن الماتش اتصعب عليه لما ما كانوش لاعبين قادرين ان هم يحسموه بدري. فالحقيقه ان لسه لحد دلوقتي المنتخبات الكبيره، حتى منتخب السنغال مع المنتخبات العربيه يعني ما ظهرتش بشكل جيد قوي، يعني يمكن حتى المفاجئ منتخب نيجيريا هو اللي ظاهر يمكن متماسك شويه، لان منتخب نيجيريا لسه ماشي مدربه قبل البطوله، فكانت الترشيحات داخله ان هو مش هيعمل حاجه او مش هيوصل لبعيد، لكن منتخب نيجيريا بالعكس ظهر بشكل جيد ضد مصر وضد السودان. اتوقع ان شاء الله ان الفوز على غينيا بيساو هيدي منتخب مصر دفعه وثقه في الماتشات الجايه. كمان فكره ان انت برضو انت في الاول كنت بتتكلم عن ان انت هتلاعب الجزائر او كوت ديفوار في دور ال 16، دي كان يمكن تصدر احباط للاعبين وللجمهور، لكن دلوقتي انت ممكن تلاعب غينيا الاستوائيه، ممكن تلاعب سيراليون، هيبقى الماتش اسهل شويه، ده اعتقد برضو هيؤثر هيؤثر نفسيا ان اللعيبه ممكن تجمع بعض وتتعهد ان هي بقى تحاول تستغل الفرصه اللي ممكن تكون جات لها او الامل ان ممكن يكون جالها ان هي تكمل في البطوله بعيد. نتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر حاله الانسجام توصل له، وان فعلا نشوف اداء افضل بكثير ضد السودان، لان انا شايف ان ماتش السودان ده ممكن يبقى بدايه لينا في البطوله، لان مباراه غينيا بيساو هي كانت مباراه تصحيح اوضاع اكثر ما هي كانت مباراه اداء جيد. نعم.